السماعة الطبية يا جماعة أحيانا أنت تستخدمها وتحطها على القلب وما تسمع شيء، تقول إيش أنا زومبي ولا أنا ميت ولا إيش الفكرة. المشكلة يا جماعة مو من السماعة، والمشكلة أكيد مو منك أنت. الفكرة إنه هذه السماعة لها جهتين، هذا جهة ونستخدمها أحيانا لفحص قلب الأطفال، وهذه الجهة نستخدمها لقلب الكبار. الفكرة إنه أحيانا تكون هذه الجهة هي الشغالة وهذه الجهة هي المتوقفة، فإحنا نبغى نشغل هذه الجهة ونوقف هذه الجهة. راح أقولكم كيف نسوي هذا الشيء بكل سهولة، بس اضغط زر اللايك، خلي لون القلب أحمر، والآن هيا لننطلق. الفكرة إنك تمسك السماعة من هذا المكان وتلفها من فوق نص لفة، حتى في صوت تك تك. وبعد ما لفيناها الآن صوت مزعج وعالي جدا، ولكن لما تحطه على القلب راح تسمعه بكل وضوح. هل كنت تعرف هذا السر؟ وهل جربت هذه السماعة وسمعت فيها صوت القلب، ولا انت فعلا حسيت نفسك زومبي؟ ضيفوني المزيد من اسرار الطب، ونزلت سر اسطوري في ستوري الانستا، روحوا شوفوا الانستا وضيفوني هناك. تفاح خضراء لكم جميعا، مع السلامة.